المحايد مع سعدون ضمند. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. آلاف المشاريع الخدمية والاستثمارية المتوقفة، بطالة وصلت لحدود تنذر بالخطر، معدلات فقر مرتفعة، وباء صحي مستمر، قروض مالية كبيرة وبفوائد ترهق الاقتصاد أكثر، تصفير للاستثمار، تدهور في سعر صرف الدينار. كل هذه الأوضاع الاستثنائية تنتظر موازنة مالية استثنائية يترقبها الشارع العراقي وينتظر من البرلمان أن يقول قوله فيها قبل أن ترى النور. وقول البرلمان حسب المعطيات التي ترشحت عنه حتى الآن لن يكون سريعا، بل ربما يأخذ مداه من الجدل والتفكير وإعادة النظر في فقرات كثيرة كما صرح بذلك بعض أعضائه. أي النقاط ستكون مثار جدل أكبر؟ استقطاع رواتب الموظفين أم أوضاع إقليم كردستان المالية؟ ماذا عن المبالغ المالية المتحصلة من الفرق بين سعر النفط في الموازنة وسعره الذي ارتفع أخيرا؟ هل فعلا كان الفرق 15 مليار دولار قد تضاف للخزينة؟ إذن أعزائي المشاهدين، موازنة 2021 عجز مالي كبير وتعديل برلماني متوقع هو محور المحايد لهذا اليوم مع ضيوفي السيدة إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية النيابية والتي ستنضم إلي في الاستوديو بعد قليل، والسيد فلاح الخفاجي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار معي عبر الأقمار الصناعية. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم وبضيوفي الكرام وأدعوهم وأدعوكم لمتابعة هذا التقرير. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه موازنة العام الحالي. الأول يتمثل بالعجز الضخم الذي رافقها ومحاولة إيجاد بدائل غير نفطية لسد هذا العجز، والثاني هو حصة الإقليم بعد فشل مساعي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية. وأما التحدي الثالث فيتلخص بما جاء في الورقة البيضاء التي عدتها الحكومة وما تضمنته من ضرائب على رواتب الموظفين واعتراض عدد كبير من النواب لها. هذه التحديات أصبحت مادة لإثارة الجدل والنقاشات الساخنة في أروقة مجلس النواب الذي يعكف على دراسة الموازنة لتصويب بنودها، وقد وصفها نواب بأنها غير إصلاحية ولا تتلائم مع الأزمة الاقتصادية. فاللجنة المالية وبحسب نواب عنها شكلت 5 لجان فرعية لتدارس كيفية خفض النفقات مع الوزارات والهيئات لتجنب تكرار قصة الاقتراض. فالعراق لا يتحمل مزيدا من الديون التي ترهق ميزانيته، كما أن المجلس ماض في خفض موازنة 2021 وجعلها بحدود 120 تريليون بعد معالجة الكثير من الأبواب التي تضم إنفاقا حكوميا كبيرا لا يتلائم مع طبيعة المرحلة الراهنة. فيما أشار نواب إلى إمكانية استضافة ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية لبحث ما أثير من تسوية مالية بين الإقليم والمركز وبحث مسألة تخصيصات الإقليم التي جاءت بنسبة تفوق نسبة 9 محافظات. وفيما يتعلق بالورقة البيضاء فإن نوابا آخرين أشاروا إلى خطأ قانوني وقعت فيه الحكومة من خلال رفع نسبة الضرائب في قانون الموازنة التي تعد صالحة لمدة عام، وقانون الضرائب يعد قانونا ساريا حتى بعد ذلك. لذا أشار مختصون إلى إمكانية حجب استقطاعات الموظفين من الموازنة وإصدارها ضمن تعديل قانون الضرائب لتخرج من مسؤولية مجلس النواب وليقع غضب طبقة الموظفين على الحكومة. وستدرس اللجنة المالية موازنة كل محافظة سواء استثمارية أم تشغيلية والوقوف على مشاكل المحافظات وتضمين التخصيصات المالية اللازمة للارتقاء بوضع المحافظات مع مراعاة العدالة والنسب السكانية في توزيع تلك التخصيصات. ولا تزال النقاشات محتدمة في بنود الموازنة حتى الآن، ومن المؤمل أن يصوت عليها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين، أرحب بك ست إخلاص، أهلا وسهلا بك. إذن أريد أبدي من موضوع الكلام اللي دار حول يعني سقف التصويت، متى سيتم التصويت على الموازنة؟ هل هناك سقف متوقع لديكم؟ بدءاً تحية طيبة لحضرتك والكادر القناة والجمهور قناة العراقية الكرام. شكراً. بالنسبة للسقف اللي جنابك تسأل عنه، نحن طبعاً وصلتنا الموازنة منذ بداية شهر الواحد، ولحد اليوم نحن في اجتماعات مستمرة ومتواصلة، يعني حتى تتأخر للمساء. لكن نبدي كل جهدنا، أعتقد منها 10 أيام، يعني 10 أيام تقريباً أو 12 يعني تقرر الموازنة، يعني تذهب إلى البرلمان للتصويت عليها. تذهب إلى التصويت. تخرج من تخرج من اللجنة المالية. من يعني تقريبا حدود من 10 إلى 12. طيب باللجنة المالية، يعني تحدث أعضاء باللجنة المالية عن حسم مجموعة من الملفات. وإبقاء على مجموعة من الملفات، هاي الملفات البقية أجلت لتعقيدها لو الوقت ما متاح لو شنو؟ لا طبعا الأشياء اللي مررناها أو مو مررناها، إحنا الموازنة بداية نقرأها قراءة أولى داخل اللجنة المالية، يعني تناقش مناقشة أولى. بعض المواد اللي نختلف بها كلجنة أو مو نختلف، يعني نختلف من حيث الرأي، وتحتاج إلى مثلا مخاطبة الحكومة، تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد أو إضافة مادة جديدة، نرحلها إلى أن نكمل المواد الأخرى حتى لا يضيع الوقت، يعني هو طيب. بس فقط للوقت يعني طيب. حتى لا نضيع الوقت. أغلب المواد يعني تقريبا ناقشت كمناقشة أولى، واليوم راح نناقش، يعني من غدا نبدي نناقش مناقشة ثانية في الموازنة. نعم. المواد اللي رحلت منها قد تكون 57 مادة رحلت بعدها، يعني مؤجلة، يعني لا مو مؤجلة، ناقشت المواد اللي رحلت قد تكون 3 أو 4 مواد، لكن أنا حسب التصحيح اللي عندي إنهاء مناقشة 40 مادة من أصل 57، يعني قد العفو تمام مو رحلت، لا ناقشت، لكن بعض المواد ربما يكون منها 5 أو 6 مواد، هذه المواد اللي احنا قرأناها يعني ربما تحتاج الى صياغة جديدة، تحتاج الى ان نضيف لها او نسوي لها تعديل، او بعض الاشياء مثلا من القطاع الخاص تحتاج الى صياغة نص. طيب. كإضافة مادة جديدة. ال 17 مادة اللي بقت اعقدهن اريد، يعني صدقا اللي رحلت او اجلت لتعقيدها، من هاي ال 17 من هي المواد المعقدة؟ يعني على الأكثر إحنا كانت عندنا يعني مادة تتعلق، يعني هي مو رحلة لتعقيدها، خلي أكون واضح، تقتضي نقاش، خلي تقتضي نقاش أو تقتضي مخاطبة الحكومة أو الجهات المعنية. يعني طيب. مثلا عندنا مواد تتعلق بعقارات الدولة، تقتضي أن تستضيف تسجيل العقاري والطابو والعقارات حتى تأخذ رأي يعني صادق بيها. طيب. يعني يمكن مواد إقليم كردستان تحتاج رأي سياسي ومناقشة سياسية هم، بالتالي يعني ناقشناها مناقشة أولى لكن تأجلت إلى المناقشة الثانية لأن تحتاج رأي سياسية. طيب. نسبة تخفيض الموازنة، يعني إحنا من حيث المبدأ الاعتراض على يعني سقف الموازنة المالي 163 تريليون، هذا رقم عالي جدا، فاللجنة المالية متفقة على أنه يجب أن يخفض، لكن نحتاج إلى أن نعالج يعني وين ما أكو مثلا وزارة سقف الإنفاق مالها عالي لازم نقلل السقف. طيب. حتى نخرج بأنه لازم ننقص الموازنة، وبالتالي راح تنقص نسبة العجز الموجود فيها. طبعا هذا المواد راح نرجع نناقشها تفصيلا بالوقت مع الوقت، لكن أريد موضوع الاستقطاع. هذا اللي صار كلام انه يترحل باعتباره ضرائب او ما ادري، يترحل الى قانون الضرائب او يبقى بالموازنه او ما ادري شنو، هذا اجلتوه لو ناقشتوه وشنو تفاصيله؟ نعم حقيقه انا كوني يعني قانونيه ومحاميه كنت. نعم. يعني الملاحظه اللي اخذتها على الموازنه بغض النظر عن الامور الماليه، انا راح اتكلم من جانب قانوني، هذه الموازنه التي اتت من الحكومه اغلبها استثناءات، يعني بالتالي مثلا قانون القطاع الخاص ادرجوا لنا ماده بالقطاع الخاص، قانون الضرائب ادرجوه في الموازنه، موازنه تتحدث عن سنه ماليه واحده فقط. بالتالي كيف لك ان تعالج موضوع الضرائب ورواتب الموظفين في قانون عمره سنه ومن ينتهي القانون؟ وأنا أتوقع يعني من وجهة نظري ربما ستكون هذه الموازنة ليست لسنة واحدة، ربما ستكون لسنتين، يعني على اعتبار أنه إذا حدثت انتخابات مبكرة في الشهر العاشر، فبالتالي يعني ما راح سنتين اللي راح 22 تعتمد على 21 أكيد، يعني ما راح تكون أكو موازنة إذا صارت انتخابات صحيح. طيب إذن 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 موضوع الاستقطاعات شلون راح تعالجونه؟ صارت عندكم رؤية على معالجته؟ يعني كنقاش أولي نعم اللجنة المالية متفقة بالإجماع أنه إحنا ما نستقطع من رواتب الموظفين، يعني هذا من حيث المبدأ. خلينا نقول بعبارة أخرى، أنتم كلجنة كبرلمان ما راح تستقطعون، راح تحولونه لآلية أخرى بالاستقطاع، يقول المراقبون أنها تتحملها الحكومة.
الحكومة من أرسلت بالاستقطاع يعني ما درست الموضوع، لأن أولا الحكومة زيدت سعر الصرف وبالتالي سعر الصرف يعني تلقائيا من ازداد، هذا أثر على كاهل الموظف على اعتبار أنه ذا الموظف كان راتبه مليون اللي عادل 800 دولار، بس راتبه صار 700 دولار، فهو تلقائيا استقطع من عنده 100 دولار. هاي أولا. ثانيا الكلفة الشرائية بالسوق أيضا تغيرت على اعتبار أنه سعر الدولار صعد والمواد كلها اللي تباع في السوق تباع بالدولار. طيب. فتلقائيا أنت مستقطع من الموظف بتغيير سعر الصرف، فكيف ترجع تعيد المعادلة عليه مرة ثانية؟ أنا سؤالي مو هذا. نعم. سؤالي أنتم لما تقولون إحنا يعني عندنا، ما تقولون ما راح نستقطع، تقولون عندنا وجهة نظر بالاستقطاع، أنتم ما راح تلغون الاستقطاع، راح ترحلونه للحكومة حتى هي تستقطع عبر آلية الضريبة، تمام؟ يعني لولا هذا شأن حكومي حقيقة. إحنا المادة اللي جايين بها إحنا ما راح نستقطع، المادة اللي جتنا من الحكومة تتكلم عن الاستقطاع ما أعتقد لا اللجنة المالية ولا حتى البرلمان يمررها. يعني بتمررونها يعني شنو؟ يعني نرفضها، ما مقبولة أصلاً. إذن راح ترفضون أي استقطاع؟ لكن قانون، هذا قانون الضريبة، هذا قانون يتعلق بالحكومة، هذا جانب حكومي. خلينا نترك قانون الضريبة. نعم. قبل ما أنتقل للأستاذ فلاح، نترك قانون الضريبة. مجلس النواب الآن أو اللجنة المالية قررت أنه تلغي فقرة الاستقطاع؟ يعني هذا مو قرار نهائي، أنا دا أغشش اللي لا لا اللي صار الآن باللجنة مناقشة. نعم المناقشة أغلبية أعضاء اللجنة المالية وتقريبا بالإجماع يعني هم ضد الاستقطاع من الموظف. طيب خلينا أنتقل أستاذ فلاح الخفاج. أستاذ فلاح أريد أتوقف عندك سريعا حتى نروح للتفاصيل الأخرى، أنه هناك حديث الآن عن خفض الموازنة إلى 120 تريليون دينار، فهل هناك رؤية وأولويات حول هذا التخفيض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيفتك الكريمة وتحية لكل المشاهدين وتحية لكادر قناة. شكرا الموقرة. بالتأكيد أنا أعتقد الموازنة بها مبالغة كثيرة وكبيرة جدا. نعم. كبيرة. الجميع يعلم ما هي الوضع الاقتصادي اللي يمر به الشعب العراقي والعالم بصورة عامة، فبالتالي أنا أعتقد يفترض أن تكون موازنة مرشقة مخفضة بشكل يتلائم مع الوضع اللي احنا الآن جاي نعيشه بالعراق واللي يعيشه العالم. أنا أعتقد الموازنة ما يقارب 100 إلى 110 تريليون، هذا سقف عالي جدا عالي، فبالتالي أنا ما أعتقد تصل لل 120. هناك كثير من الأمور في هذه الموازنة يجب تخفيضها، والآن اللجنة المالية باجتماعات مستمرة يوميا تبدأ من الصباح إلى المساء، وهذه الاجتماعات تتمخض عن تخفيض هذه الموازنة وتخفيض كثير من مواد الصرف اللي مبالغ استاذ فلاح. انتم بلجنة الاقتصاد والاستثمار عندكم رؤية، عندكم اولويات ممكن يعني تطرحونها بهذا الصدد، يعني بعيدا عن اللجنة المالية بالنسبة للتخفيض عندكم اولويات؟ احنا طرحنا ما يقارب بحدود 27 مادة، طرحناهن ذن بحدود 27 مادة، قلنا يابا اكو خطأ بالموازنة، وعينا هذه المواد وارسلناها بكتاب رسمي. وانا اعتقد اهم هذه المواد يمكن لو الاحد لو الاثنين، لو الاحد لو الاثنين راح نناقشها مع اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية راح تناقشها مع اللجنة المالية. اهم هذه المواد اذا ممكن في اعلى الاولويات، يعني يعني مواد كثيرة، كثير من كثير من الوزارات تخصيصاتها المالية عالية بطلبنا تخفيضها، اكو هنالك مشكلة، اكو المادة 110 من الدستور العراقي، طبعا هذه المادة تخالفها الموازنة، اكو مادة بالموازنة تخالف هذه المادة الدستورية، فبالتالي لابد وان تعدل هذه المادة، وكذلك الصرف اللي موجود والاقتراب اللي موجود. شنو المخالفة الدستورية استاذ فلاح؟ شنو المخالفة الدستورية؟ المخالفة الدستورية المادة 110 تقول من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية هو الاقتراض والعقود والتعاقد والديون، كل هذه من صلاحيات الحكومة الاتحادية. طيب. هذه اكو مادة عندنا بالموازنة ألف وباء وجيم، هاي 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 تقول ان هاي تعطي صلاحيه للاقليم بالتعاقد و
الديون اللي موجودة عليه اللي موجودة الآن وكذلك بيع النفط. طيب وهذا أنا أعتقد هذا مخالف للدستور العراقي. يعني ما فهمت الـ 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 النقطة، النقطة أنه المخالفة كل هذا اللي تفضلت به حضرتك مخالفة لو بالنسبة لتسديد ديون إقليم كردستان، بس أريد الـ لا مو تسديد الديون، إحنا إذا وافقنا على هذه المادة بما معنى أنطينا شرعية للاقتراض وللعقود اللي موجودة الآن للإقليم اللي أبرمها الإقليم بالنفط وكذلك موضوع تصديره للنفط. أنا أعتقد طيب. هذا هو مخالف للمادة 110 من الدستور العراقي. طيب طيب حضرتك فتحت موضوع إقليم كردستان وهو موضوع تحدثت الست إخلاص بأنه من ضمن الفقرات اللي الآن النقاش بها ما تم، وهذا متوقع بالنسبة للرأي العام وبالنسبة للمراقبين أيضا. هناك سؤال ينطرح، تتحدثون في البرلمان عن العدالة في توزيع تخصيصات الموازنة، يبدو هذا الموضوع معقد جدا إذا 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 نظرنا له أو إذا نظرنا لمشكلة إقليم كردستان بالموازنة، هذا الموضوع يتعقد أكثر. ليش؟ لأنه يقول لك بغداد والمحافظات الوسط والجنوب كلها أقل من موازنة المخصصة لإقليم كردستان. طيب شلون تصير العدالة؟ شلون راح تعلون هاي العقدة؟ أنا أعتقد اليوم المجلس النواب العراقي هو الجهة التشريعية والجهة الرقابية العليا اللي موجودة اليوم اللي بالحكومة وهي ممثلة للشعب العراقي، فبالتالي عدالة التوزيع وعدالة الموازنة كلها هذه من مسؤوليات مجلس النواب العراقي. فبالتالي أنا أعتقد اللي موجودين بإقليم كردستان واللي موجودين بالبصرة هم كلهم من الشعب العراقي وكلهم ضمن الدولة العراقية، فبالتالي لهم حقوق وعليهم واجبات. طيب. نحن جميعا سواسية بالقانون ونحن جميعا سواسية بالحقوق والواجبات، فبالتالي لديهم واجبات ولديهم لديهم حقوق. اللي يريد حقوق من الحكومة الاتحادية أنا أعتقد لابد وأن الواجبات اللي مكلف بها والمواد الدستورية والحاكمة للسلطات الاتحادية يجب الوقوف عندها ويجب الالتزام بهذه الفقرات حرفيا. أنا ما أعتقد إحنا كمجلس نواب أو كحكومة طالبين فشي مستحيل. أو سيادة النائب أنا سؤالي أنه محدد، يعني بالمعلومات اللي طلعت عن الموازنة أنه بغداد منضمن إليها كذا محافظة هي أقل بكثير من حصة الإقليم، وأنتم تتحدثون، أنا ما أتحدث عن تغيير، ما أقول راح تغيرون لو لا، أنا أقول من جهة تتحدثون عن عدالة ومن جهة عندكم هاي عقدة بالنسبة لإقليم كردستان، هذا يعني موجود بالموازنة حصة يعني مو هم ما ماخذينها هيك مثل ما نقول قوترة، فالعقدة وين راح تصير؟ بالعدالة. أنتم شو راح تحلون هاي العقدة؟ كأنه الكلام راح يبقى بمجال الشعارات. أنا أعتقد محلولة هذه العقدة هو شنو؟ تسليم الواردات النفط بشكل كامل مو 250، وكذلك تسليم المنافذ الحدودية ودخول الديوان الرقابة الاتحادي إلى الإقليم للكشف عن الموظفين. إيش قد أكثر من 250 برميل؟ إيش قد أكثر من 250 برميل؟ يعني ما يصدر هسه 500 ألف 300 200 بالبلد، ما تعرفون إيش قد يصدر؟ ماكو على الأقل تسريبات، ماكو مخاطبات، ما تعرفون إيش قد يصدر الإقليم؟ يعني التسريبات اللي موجودة ما بين الأربعمية للستمية برميل، هذا الرقم اللي جاي يوصل، التسريبات اللي جاي توصل. طيب خلينا أربعمية ألف إلى ستمية ألف. خلينا أستثمر هذا النقاش ويا ست إخلاص ما دام فتحنا موضوع الإقليم وهو واحدة من القضايا المعقدة تعرفين حضرتك، ويتوقع أنه راح تأخر التصويت على الجسم بداخل بعد ما تخرج من اللجنة المالية. يفترض أنتم تحلون هذه الأزمة. نعم، بدءاً تحية لزميلي أنا شكرا. ما كنت أعرفه معنا على الهواء. نعم. أنا راح أتكلم إذا جنابك تسمح لي. نعم. من منطلق كأني مهنية وكأنه أنا عضو باللجنة المالية. نعم. وراح أتكلم لك بأرقام فيما يخص إقليم كردستان. طيب. ولو أنا ممثلة عن محافظة نينوى ولكن أنا من الحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب أهلا وسهلا. طبعاً فيما يخص إقليم كردستان بالنسبة لملف النفط، ملف النفط أنا يعني أشوف أنه هذا ملف النفط صح هو ملف معقد، لكن الصلاحيات الدستورية من 112 تعطي الفرصة للأقاليم أن
تصدر نفط أو تستخرج نفط من بعد إقرار الدستور مادة 112 بالتنسيق مع الحكومة العراقية طبعاً. طيب. عام 2014 في شهر الواحد قطعت الحكومة الاتحادية برئاسة السيد العبادي اللي هو طبعاً كان يتكلم الأخ يعني كان هو من كتلة النصر من كتلة حيدر العبادي قطعوا الموازنة على أقليم كردستان. فبالتالي أنت من تجي تقطع موازنة في شهر الواحد إلى شهر السادس الأقليم لا كان يصدر نفط ولا كان عنده رواتب وأنت أمام شعب وهذا الشعب يتكون من أربع محافظات ويتكون من حسب إحصائيات سيد يعني حيدر العبادي يقول 680 ألف موظف هم طبعا لا مو 680 هم 720 ألف موظف لكن كيف أنت راح تنطي لهذا الشعب حقوقه وأنت لا عندك فلوس والحكومة وطبعا هذا خرق دستوري هسه هذا سر التاريخ هسه إخلاص أوكي هسه هذا سمعنا لازم أسترسل حتى المواطن يفهم لأن بصراحة أنا أريد أنه المواطن العربي مثل ما أنا كعربية مفتهمة كيف هذا الشعب منين جت الموازنة وشنو اللي صار أريد الشارع الشيعي أيضا طبعا الشارع السني مفتهمين المعادلة لأن جغرافيتهم قريبة على الأقليم أريد الشارع الشيعي النواب السنة متفقين وياكم على الموازنة متفقين ويا الكرد مفتهمين لأنهم قريبين على الواقع يعني راح يصوتون لصالح أعتقد نعم نعم يصوتون نعم. إيه ففي عام 2014 في شهر الواحد قطع الموازنة على الشعب وهذا قوت شعب وهذا خرق دستوري ما أنه أنت تقطع راتب موظفين إحنا من محافظة نينوى في زمن داعش كانت الحكومة ترسل رواتب وإحنا تحت احتلال داعش والحكومة كانت ترسلنا رواتب طيب. من قطعت الرواتب اضطر الإقليم إلى أنه يبيع نفط يبيع. باع نفط باع لشركات معينة وبالتالي أنت من تبيع لشركات معينة لازم أنت ترضى في شروطهم رضا الإقليم في شروطهم ست أخلاص هذا السر يطول هو بس أنا خليني أحصص الموضوع سمحيني خلي أحصص الموضوع برنامج خاص على مود حتى أتكلم صراحة لا واضح بس أنا خلي أحصص الموضوع إحنا عندنا مشكلة المنافذ وعندنا مشكلة الحصة وعندنا مشكلة العقود والديون المترتبة هذا الثلاثة هذا النفرق وياك فأنتم حصصي لي يا اتفقتوا عليه ويا هو ما اتفقتوا عليه إلى حد الآن ما متفقين على أي شيء على أي تفصيل لا ما متفقين على أي شيء لكن أنا دا أتكلم لك إحنا عندنا خيارين يعني حتى الأخوة الموجودين في اللجنة المالية الوزير المنافط الكل المعنيين حتى في زمن السيد ثامر الغضبان نفس طيب. المعادلة صارت وصارت نفس المشكلة لكن طلعنا بالنتيجة بالنهاية إحنا أمام خيارين إما أنت تيجي تستلم يا حكومة بغداد هل هي مستعدة أن تستلم ملف النفط بكل تبعياته وديونه على اعتبار أنه هي تركت الإقليم ست أشهر بدون رواتب واضطر الإقليم إلى أن يعني يداين أو يقترض من هذه الشركات واليوم الشركات من ديانة الإقليم ما ديانتها ديانتها ما كان أكو ضمانات سيادية ديانتها بضمانات النفط لأن تدري أنت من دين دولة دينها بضمانة سيادية لكن من تقرضها بدون ضمانة سيادية فراح تقرضها بأنه النفط موجود زين إحنا إذا نسحب هاي النفط من الشركات والإقليم مطلوب تقريبا 5 تريليون و700 مليار هل الحكومة العراقية مستعدة أن تدفع هذه الديون الحكومة اعتذرت طيب هذه العقدة الأولى هاي العقدة الأولى الحكومة طيب. اعتذرت قالت أنا ما أقدر أستلم ملف النفط لأن بالنسبة لي صعب جدا ومعقد وما أقدر ألتزم أعطي ديون للشركات هذه إيه. واحدة الشغلة الثانية 460 مليار الإقليم يصدر طيب. يعني 460 عفوا إنتاج 460 إيه 30 برميل هي استهلاك محلي وال 430 200 ألف برميل أو أكثر من 200 ألف 210 هي تروح يعني جولات تراخيص يعني استخراج ونقل وبيع يعني كله في استخراج ونقل وبيع فبالتالي أنت من تجي على 200 ألف لأن الحكومة العراقية ما تعطي للإقليم جولات تراخيص البعض يتحدث عن 800 برميل لا مو هاي شركة سومو تحدد مو أني بيانات من شركة سومو يعني إحنا كرجنا مالية طالبين بيانات كلها من شركة سومو يعني نفط الإقليم يخضع لبيانات شركة سومو على اعتبار هو حتى من طيب بعض التصريحات اللي تقول إنه حكوميا إنه ما نعرف إيش قد يصدر لا مو صحيح هذا لا شركة سومو هي هم يصدرون عن طريق طيب. جهان شركة طيب. جهان فبالتالي شركة جهان هي أيضا هي موجودة أوكي إذن أوبك مسيطرة على السوق العالمي كله إذن الحصة إيش قد 500 لـ 400 الحصة 430 ألف 210 ألف هي 200 ألف للاستهلاك تروح لا مو للاستهلاك 30 ألف للاستهلاك الاستهلاك وذيك تسديد ديون 200 تروح هي كلف استخراج نعم. لأن الحكومة الاتحادية ما تنطي جولات تراخيص مثل ما تنطي هنا في بغداد وفي باقي المحافظات لا ذاك طبيعة التعاقد هسه أنا ما أريد أدخل بهاي التفاصيل نعم ما ماكو إيه فبالتالي نعم. اللي صافي هو 250 حكومة إقليم كردستان صريحة وواضحة يا أخي تريد تستلم 250 ألف برميل عيني تعال تفضل تريد تستلم أقيامها أيضا تعال تفضل أنا مستعد يعني مستعدين ينطون أقيام أو عيني. كل أعضاء البرلمان اللي ضد الموضوع هذا يقولون لم يسلم إلى الآن أي شيء يتحدثون عن لسان الحكومة اسمحي لي وأيضا يتحدثون عن المنافذ الحدودية وهناك حديث عن التهريب نعم
احنا اذا نتحدث عن التهريب هذا بحث اخر، لان التهريب موجود في كل المحافظات طيب. العراقيه. انا ما اقول اقليم كردستان موجود او ما موجود. طيب. ورئيس الوزراء زار المنافذ الحدودية كلها بما فيها المنفذ الحدودي مال إبراهيم الخليل وقال أفضل منفذ حدودي ومسيطر عليه هو المنافذ الموجودة في الإقليم وبالذات طيب. منفذ أريد رؤية هسه حضرتك باللجنة المالية، أريد رؤية إذن هاي القضايا اللي تفضلت بها النقاش بها في حدود اللجنة المالية ألم يؤدي إلى شيء، إلى أي نتيجة؟ من حيث المبدأ طرحنا الموضوع، لكن هذا يخضع لاتفاق سياسي، لأن بصراحة إذا كنا نتكلم بموضوع مهني فالموضوع المهني هو الإقليم عنده هاي 250 ألف صافي، تريدها نفط تريدها أقيام، هو هاي الحقيقة إذا موضوع مهني. لكن إذا نجي على موضوع سياسي هذا يحتاج إلى اتفاق سياسي مع الكتل السياسية طبعا، والكتل السياسية اجتمعت، أقصد الاتفاق السياسي، إجا وفد الإقليم وبقال حوالي شهر هنا ورجع بدون اتفاق. في قانون الاقتراض اختلفنا وكانت مشاكل كبيرة ودفع ثمنها الإقليم وشعبه وما استلموا رواتبهم. هذا يعني بأن الموضوع راح يطول بالمناقشة داخل مجلس النواب. خليني أنتقل للأستاذ فلاحب، هذا الموضوع اللي فتحته حضرتك أريد اللي المعلومات اللي انطرحت هنا من وجهة نظر يعني خلينا نقول موضوعية، حسب شركة سومو هذا النفط الموجود وديون أكو مو بطران الإقليم من سواها، راح يتعاقد ويا شركات بوقت ما كانت الحكومة تنطي فلوس حتى يسدد مستحقاتها بسبب داعش، فليش تحولون الموضوع إلى عقدة وتفضلت بأنه كأنه النواب السنة يعني ميالين إلى التصويت وقت الأزمة بين الكرد في المنطقة ويعرفون الظروف اللي دفعت الإقليم على اعتبار أنه أغلبهم يعني يروحون للإقليم ويشوفون الأوضاع اللي نعم تفضل أستاذ فلاح. أنا أعتقد الحكومة الاتحادية هي أب لكل المحافظات ولكل الشعب العراقي، نعم. فبالتالي أنا ما أعتقد إذا أبقت العبادي فكانت أكو مشاكل، والمشاكل معروفة للشعب العراقي ومعروفة حتى للإقليم. مشاكل سياسية الشعب شنو ذنبه؟ هاي رواتب تختلف، مو ما يعني ما تنزلي مستوى السياسيين، ما إلى ذنب الشعب مطلقا، ما إلى ذنب، نعم. وإنما يفترض أنه الحكومة مالته الذنب ذنب الحكومة اللي الآن تدير الإقليم. شوف أستاذ العزيز، نعم. راح أقرأ لك نص المادة، أنا من ساعة ما كان يحضرني بس هسه جبته. نعم. خالف قانون الموازنة نص الدستور العراق عندما ذكر في المادة ثالثا، نعم. أليف باء وجيم بتسوية قروض الإقليم، إذ إن الدستور العراقي في المادة 110 ينص صراحة على أن القروض من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وراح نطيك المادة 110 المادة 110 أولا رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسة الاقتراض والتوقيع عليها وإبرام ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية السيادية. هذا الكلام بعيد من اقتراض. نتحدث الآن عن خلق دستوري أستاذ فلاح، نتحدث عن خلق دستوري الآن. جنابك بس إذا تفهمني، أكو شيء اسمه دين تداين من شركات، هسا أنا مواطن يحق لي أروح أتداين مو عاد إقليم، وأكو شيء اسمه اقتراض تقترض من دولة بضمانات، هذا مو اقتراض، أكو فرق بين الدين وأكو فرق بين الاقتراض، هذا مو اقتراض. فالمادة اللي تكلمت عنها هاي ما موجودة أصلاً، السبب القانوني اللي أنت تتكلم عنه ما موجودة، المخالفة اللي أنت تتكلم عنها هذا مو اقتراض، هذا دين، أنا رحت تدينت من الشركة. طيب والتعاقد بالنفط أنا انطيت مادة ثالثاً أليف وباء وجيم، وطلع المادة هسه ثلاثة أليف وباء وجيم أنا اللي أتكلم عنها، فبالتالي هذه كلها أمور حصرية للحكومة الاتحادية. يعني الآن أنت تتحدث إحنا ما عندنا مادة، خلينا نأخذ وجهة نظرك، تتحدث عن خلق دستوري من وجهة نظرك. نعم مو وجهة نظري، لا هذه مو دستوري. أخي الكريم، شعب الإقليم بأنه خرق دستوري أن يقطع رئيس الموظفين. أنا أتمنى أنه لما أتكلم، نعم. من تتكلمين أنا ما قاطعك بالمناسبة، يعني أنا أتمنى من أتكلم ما حد يقاطعني. تفضل. الشعب الكردي أهلنا وعلى عنا وعلى رأسنا وأقوتنا، فإذا يصير تقصير لأبو العمارة، لأبو صلاح الدين، لأبو بابل، لأبو البصرة، ولما يصير تقصير بدهوك ولا بأربيل ولا بالسليماني نفس المستوى، احنا ما 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 ما, ما,
ما نبدي محافظة على محافظة مطلقا، وإنما كل المحافظات نعتبرها محافظات عراقية أو سواسية. نعم. فبالتالي أنا أعتقد اليوم الدستور العراقي واضح، ويجب أنه نحن نمتثل جميعا للدستور العراقي، لأن الدستور العراقي هو الحكم والفيصل ما بين جميع كل الأقاليم والمحافظات. لكن السيدة النائبة قالت لك تفضلت الآن بأنه هذا مو خرق دستوري أصلا، الموضوع موضوع استدانة مو اقتراض من دولة أخرى. أكو فرق بين بين القضيتين لو لا أستاذ فلاح؟ لا أخي شنو، ماكو شيء اسمه استدانة. هو القرض هذه عهود ومواثيق. نعم. يعني معاهدة استخراج النفط، لما أكو اليوم انطوا مثلا جولة تراخيص بدون المرور عن الحكومة الاتحادية، وتصدير النفط بدون المرور عن شركة سوما. النفط والغاز هو ثروة لجميع العراقيين، فبالتالي أبو البصرة وأبو أربيل وأبو كل المحافظات هم لهم هذا النفط. هذا صار الكلام. إذا نريد نسمح بهاي، إذا نريد نسمح بهذا هذا الوضيع، أنا أقول لك أبو البصرة راح يرفع عليهم، أبو الإعمارة راح يرفع عليهم، أبو الكوت راح يرفع عليهم، أبو الناصرية، أبو بابلو راح يقول لك أنا إقليم وأنا دولة. إذا مر هذا الموضوع راح تشجع المحافظات على أقاليم. طيب. فبالتالي اليوم جميع محافظاتنا الطالب من عندنا تقول يابا مو بس الإقليم يأخذ حصة ويأخذ كذا وكذا. أنا أعتقد موضوع الموازنة وموضوع حصة الإقليم يجب أن تحال. إيه إلى من تحال؟ تحل بطريقة. طيب هسه هذا صار واضح، وهي تحدثت عملية. هي تحدثت السيدة النائبة عن ضرب استثناء. هذا 250 ألف برميل سنويا توضع فقرة بالموازنة، ولكن لا الحكومة تطبقها ولا الإقليم يطبقها. طيب. فبالتالي أنا أعتقد جاء اليوم اللي لابد أن تطبق. هو هذا اللي أريد أسأله. هو هذا. خلينا نوصل للمفيد أستاذ فلاح. خلينا نوصل للمفيد. الآن هي تحدثت عن ظرف استثنائي، هو هذه العقدة. هم يتحدثون من وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر التي تحدثون عنها أنتم. الآن الموازنة سيتم ترحيلها من اللجنة المالية إلى البرلمان منقوصة الاتفاق، يعني بها خلل. اللجنة المالية راح تقول هذا الموضوع عجزت عن معالجته وتحوله إلى اتفاق سياسي. انتم ايش راح تسوون؟ راح يظل النقاش ويطول بهذا الموضوع لو راح تنحل؟ لو من وجهة نظرك شلون راح تنحل هاي القضيه؟ ماكو شيء ما الى حل، كل شيء الى حلول. اذا اكو مديونيه على الاقليم وبسبب النفط وغير النفط المفروض تتحملها الحكومه الاتحاديه، مع بشرط. نعم. تحسب المبالغ اللي استخرجت وانباعت 500 إلى 600 ألف برميل يوميا، تحسب هذه المبالغ وتطرح من المبالغ الديون الموجودة، وباقي الديون تتحملها الحكومة الاتحادية. أنا أعتقد هذا واضح وهذا حق. وموضوع النفط يسلم والمنافذ الحدودية والديوان الرقابة الاتحادي. طيب قبل ما أنتقل من حضرتك السيدة النائبة، تحدثت عن، وأريد جواب سريع، تحدثت عن أنه الإقليم سدد ما بذمته. أنتم دائما تتحدثون، عندما أقول أنتم، النواب اللي عندهم وجهة نظر نقدية للاتفاق اللي يحصل باستمرار بين الحكومات المتعاقبة وبين حكومة إقليم كردستان، تتحدثون عن أنه لم يتم تسليم الحكومة المركزية أي مبلغ. هل تم التسليم أم لا؟ انطيني إثبات أنه أكو تسليم للحكومة الاتحادية. إذا مسلمين هذا ما أي حكومة لأي وزارة، من الممكن أنه أن يعطى إثبات، وبالتالي هذا الموضوع ينسد. يعني أنا وهذا ما سأنتقل به إلى السيدة النائبة من رخصتك أستاذ فلاح. تفضلي ست إخلاص. إذا أريد أن أنتقل طبعاً أنا من هذا الموضوع، لأن حتى ما نستغرق به. بس عندك إذا عندك رد، وأريد تتفضلين بالنسبة لإثبات التسديد. نعم، أنا راح أتكلم أجاوب من آخر طرح الأستاذ زميلنا وأخونا العزيز فيما. نعم. يخص الإثبات اللي الأستاذ يتكلم، هي حصة الإقليم في الموازنة مال عام 2019. نعم. كانت شهرياً 920 مليار. طيب. زين، 920 مليار. في إحنا من نجي صار الإنفاق الفعلي، خلي نقول تقريباً صارت 820 مليار. طيب. كانت الحكومة ترسل للإقليم 320 مليار.
شنو السبب؟ يعني معناتها انه انت من جاي تستقطع هذا المبلغ تقريبا 500 مليار، شو هذا الاستقطاع سبب شنو؟ يعني اليوم يعني اليوم مثلا محافظة نينوى على سبيل المثال او محافظة حصتها كذا ما تنتج بالنفط، ما تنتج نفط مثلا، حصتها كذا، احنا ندزلها حصتها، هذا واجب الحكومة الاتحادية. لكن ما دام عندي الاقليم ينتج ويبيع مثلا ب 200 مليار، فاني استقطع هذا، فالحكومة كانت ترسل 320 مليار وحصة الإقليم كانت 820 مليار، كانت تستقطع 400 مليار. طيب. اللي هي سعر يعني أقيام 250 مع الإيرادات الغير نفطية 50% حسب حق الإدارة. حلو، إذا حكومة الإقليم مسددة، ليش المفاوضات طولت أكثر من شهر ورجعت رجع الوفد المفاوض بدون حل؟ إذا جنابك تنتبه دائما على المشاكل اللي تصير، هي ما تصير ويا الحكومة، يعني كحكومة اتحادية كحكومة إقليم خاصة من زمن عادل عبد المهدي إلى السيد الكاظمي ما أكو مشكلة، أكو تفاهم، أستقطع منك الأقيام وأعطيك حصتك الباقي وينتهي الموضوع. الحكومة دائما يعني المشاكل تصير ويا البرلمان، والبرلمان ربما هو يعني البعض أو الأغلبية يمكن لأن مو اختصاصهم، ما فاهمين، ما زايرين الإقليم، مطلعين على العقود وعلى النفط وما داخلين بهذا الملف، وربما مو أعضاء باللجنة المالية ويعرفون الوضع، لأن إحنا عندنا تقارير وعندنا. نعم. فإذا دائما تلاحظ اللي يطلعون هم مو يعني ما تكون عندهم المعلومة، يعترضون قصدك. متأكدة إذا كانت عندهم المعلومة وطلعوا عليها، أنا متأكدة راح يغيرون أفكارهم، لأن الموضوع يعني ما يحتاج إنه فهم، أنا أطلبك كذا وأنت تطلبني كذا وينتهي الموضوع، أستقطع من عندك ديني وأعطيك الزايد، وبالعكس إذا كان أنت أكثر. بس عذرا، يعني الموضوع مو بهالبساطة. هاي إحنا عندنا حكومة تتحمل تبعات، حكومتين يتحملن تبعات. ما معقول التسديد صاير إذا صار اعتراض الحكومة، يفترض هذا 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 بشيء من الاتهام للحكومة المركزية أيضا. نعم. يفترض الحكومة المركزية تكشف للبرلمان، تقول له يا برلمان شو تريد؟ الجماعة سددوا، الحكومة سوت اتفاقية، والاتفاقية مصدقة من الحكومة والنسخة منها موجودة، وأنا ما لو كنت أعرف الموضوع كان يتعلق. طيب. كان جبت نسخة، أكو نسخة من الحكومة الاتحادية تتعلق بين اتفاقية بين حكومة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، تقول كذا مبلغ 720 مليار تم تسديده، تقول 820 مليار حصتكم، ايراداتكم النفطيه كذا. طيب. ايراداتكم الغير نفطيه كذا، استقطعها وابعث لكم الباقي. عندما اتحول الى استاذ فلاح ساخذ منك تفاصيل اذا تسمحي. نعم. اذا تسمح لي بالنسبه لماده التسويه اللي يتكلم عنها استاذ فلاح، طبعا ماده التسويه هي موجوده في نص الموازنه في هاي الحاليه. نعم. لكن هل ستلقى قبول؟ كاقليم كردستان مستعد للتسويه من عام 2014 من حين انتج النفط. موجود ماده تقول من عام 2014 الى عام 2019 يصير تسويه باشراف ورقابه الرقابه الماليه الاتحادية ورقابة المالية من إقليم كردستان، لكن احنا نتمنى انه يقبلون الاخوان بهاي المادة وتتمرر. طيب. خلي تصير تسوية. طيب. خلينا انتقل للموضوع اخر استاذ. نعم. اخلاص بس صدقا اريد تجاوبيني على هذا الموضوع. أكيد. تحدثتي عن احتمال تصويت النواب السنة، هل هناك اتفاق او اخذ اراء يعني مبدئي صاير بينكم وبينهم؟ نعم. لا بالتأكيد انا ما اتكلم انه لا اكو اتفاق ولا شيء، بس كل الموازنات السابقة كلها يعني من عام 2014 خلينا نقول اللي هي مفصل الخلاف، موقفهم من قانون الاقتراض كانوا وياكم؟ قانون الاقتراض. نعم نعم. لا هم الناس ما كان، هم كان الاجماع الشيعي في قانون الاقتراض، السنه ما كان لهم دور حتى في الموازنات السابقه، يعني هم السنه مو معترضين، لان السنه ما عندهم مشكله، هم مطلعين على الامور، يعني يعرفون الاقليم ويعرفون المشاكل اللي مر بها الاقليم ويعرفون تصدير يعني هذا تسويق النفط وتصديره شنو سببه كان، يعني هم كانوا اقرب. حتى تكلمت ويا حضرتك، حتى الاخوان الشيعة لو كانوا قريبين من المظلوميه ويشوفون ويطلعون على الارقام يعني بام عينهم، انا متاكده هم ايضا راح يغيرون يعني رؤيتهم بالموضوع. طيب. لكن انا بس اللي اتكلم عن موازنه من الاقليم، انت حضرتك ذكرت على المظلوميه اللي تتحملها المحافظات الاخرى. موازنه الاقليم تعادل موازنه وزاره الدفاع، يعني موازنة الإقليم بكل ما فيها من مؤسسات ووزارات. لا لا، القياس مو هيك، أنا إذا انتقل من هذا الموضوع. لا لا، بس القياس هيك ظالم يصير. لا ما يصير ظالم. لا لا ظالم. ليش؟ أسمح لي. نعم. كم وزارة إحنا عندنا هنا بالحكومة الاتحادية؟ 23 وزارة في حكومتنا الاتحادية. لا لا، إذا تريدين تقارنين قارني محافظات بمحافظات، مو محافظات بوزارة. زين. نتحدث عن بنية تحتية. زين. عن مشاريع متعطلة. إيش قد أنت تعرف الاستثمارية من أني أقول مثلاً على سبيل المثال أقول الأنبار موازنتها أو موازنة الأقاليم الأقليم أكثر موازنة الأنبار، ليش أني؟ أنت تعرف إيش قد موازنة الهوك الاستثمارية؟ ما تتعدى 100 مليار. فانت من تجي 100 مليار انت ما قاري الموازنه الاستثماريه مال المحافظات، انت رايح على التوتال على 14 وتقول 14 اكثر من ثلاث محافظات، لا روح لي على الاستثماريه، دهوك عندهم 100 مليار، انا عندي في نينوى عندي 300 400 مليار. روح لي
نعم ايه ايه كم؟ ايه روح لي مثلا على اربيل موازنته ما تتعدى 150 مليار الاستثماريه، بينما مثلا على سبيل المثال في بغداد 600 مليار. يعني احنا قصدك التوتال يتعلق بالرواتب وما رواتب وما ادري شنو، مو هي بالنتيجه بالنتيجه من تقارني 60 تريليون تعويضات الموظفين في الاتحاديه، 6 تريليون تعويضات الموظفين في الاقليم. يعني هذا الرقم لازم يتقارن، يعني انت عندك 11 تريليون من طلع الاقليم. زين ليش من راق من 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 نقارن بالنسب السكانيه اولا؟ نعم. وثانيا هو هذا اللي اعترض، وهذا الاعتراض انا اريد بالمناسبه اؤكد، اريد اطلع من هذا الموضوع. ليش الموازنه؟ سمحي لي سمحي لي. لا 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 مو هناك يقول لك، يقول لك اكو تضخيم بموضوع الرواتب، ولذلك ولذلك الاقليم يرفض انه يسلم. التضخيم من ناحيه شنو؟ انت تعرف الموظف بالأعداد. جنابك تعرف الموظف في الاقليم يستلم، المعلم يستلم 600 وبغداد يستلم مليون. لا 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 الاعداد الاعداد اعداد نسبه الموظفين بالنسبه الى عدد السكان، هذا موضوع تدرين يعني صار بي صار بي كلام كثير. انا اتكلم لك عن واقع حال في الحكومه الاتحاديه، خلي اعرف الاقليم على طيب. صفحه خلي على سبيل ما ما بقى لي وقت هواي على افترض انه الاقليم اكو مخالفات، احنا بس في سنه 2020 احنا معينين 350 الف موظف، رغم هاي الكثافه ورغم عددنا الموظفين الزايدين ورغم الفوضى اللي موجوده ورغم انه احنا ما عندنا رواتب نعطي الموظفين الموجودين حاليا. ساتلاح انا راح اجيك وانت تسمعني حضرتك، راح اجيك بموضوع النسب والتوتال. السيد العبادي في زمنه رسل لجان الى حكومه اقليم كردستان ما حصل شيء. لا لا شلون ما حصل؟ العاده احنا على اي اساس دا نعطيها اساس ال 680 يعني احصى اني يعني هنا وزير العمل والشؤون الاجتماعيه قال ما عندنا ما نعرف ايش قد عدد الموظفين بالعراق عموما. لا لا انا اقول لك ايش قد عددهم، العدد 680 الف هاي احصاء السيد حيدر العبادي. نعم. لكن هو ما كمل اللجان، هم عددهم الحقيقي 720 الف موظف، لكن السيد العبادي دز ثلاث لجان كملت ثلاث وزارات ورجعت 680. ليش رجع؟ هو ابتداء رجع؟ لا هو صارت مشاكل سياسيه. طيب. بين الاقليم. خلينا انتقل رجاء ويا ريت باختصار. تدين حضرتك عندنا موضوع مواضيع. نعم. كثيره بالموازنه، وقت للاسف ما بقى هواي. اكثر من 15 مليار دولار ستدخل الخزينه لارتفاع اسعار النفط. نعم. عندكم اولويات انتم تقولون هذا الفلوس راح يتم استثمارها وفق رؤيه وزاره رؤيه اللجنه، يعني راح تخلون الاولويات تغطيه العجز ام انقاذ المشاريع اللي المتوقفه ام توزيعها على المحافظات وفقا للبترو دولار؟ نعم بالنسبه للمحافظات البترو دولار احنا ناقشنا هاي الماده. احنا دا نتكلم اذا هذا الارتفاع في اسعار النفط، اكو ماده قانونيه في قانون الموازنه تقول انه هذا الفرق في سعر النفط. نعم. هذا راح يسدد به العجز. احنا اليوم ناقشنا انه يعني نرفع سعر البرميل او ما نرفع سعر البرميل، لكن تدري بالتالي هاي احنا لازم نسوي موازنة تشاؤمية يعني تتعلق بمستقبل مجهول، يعني سعر النفط يتغير بالمتغيرات الصحية الامنية يعني ممكن ينزل يعني تقول ممكن ينزل يعني. طيب. فبالتالي ما تقدر انت تغير سعر البرميل، لكن الفرق في هذا السعر من الاولويات انه لازم يكون لتسديد العجز، لان نسبة العجز في الموازنة 71 تريليون هذا المخطط، حتى وان خلينا نقول الحقيقة صار 40 تريليون، فبالتالي هاي ال 40 تريليون منين نسددها؟ التخطيط دعت الى انقاذ المشاريع، ما قالوا هم انقاذ المشاريع، الى تمويل المشاريع المتوقفة اللي في راحت للاندثار، راح تندثر. اكو قروض داخل الموازنه. نعم. وهذه القروض ايضا ستكون معالجه المشاريع المتلكئه، وطبعا. نعم. مشاريع جديده احنا من رافضين انه تكون مشاريع جديده بالموازنه. طيب. على اعتبار انه لدينا يعني اعداد كبيره من المشاريع المتلكئه لحد. طيب. اليوم ما تم انجازها. خليني اروح الاستاذ فلاح، اريد ترد لي حتى انتقل من موضوع الاقليم، اريد استغرق لي كثيرا على انه انتم ترصدون المجموع العام، يعني تنسون انه هذا اقليم بموظفين وبمدري شنو وبوزارات وب يعني موازنات تخص الوزارات، القضية ما تتعلق، هو مو مثل المحافظات. تفضل حضرتك حتى انتقل لموضوع آخر. لا ليش اخو الموظفين يعني العفو الإقليم بموظفين حال حال المحافظات اللي موجودة بالعراق كله، فبالتالي أمر طبيعي، بس الموظفين يجب أن يدخل إلهم ديوان الرقابة الاتحادي يدقق بيانات هاي الموظفين. يعني وين المشكلة؟ أنا ما أعتقد ماكو مشكلة. تقول هي أمر سيد طبيعي. حيدر العبادي دقق. أنا تقول حيدر العبادي دقق. لا يعني ما دقق صحيح، أرسل لجان ولكن ما أكملت اللجان التدقيق مالتها. وأنا إلي سؤال إلى ديوان الرقابة الاتحادي، وسألناه قدام اللي موجودين قدام الوفد، قلنا له يا أبو ديوان الرقابة الاتحادي
انت دخلت للاقليم، سالناه اول امس، سالنا رئيس ديوان الرقابه الماليه السابق وقال احنا لا ما نقدر ندقق بالاقليم، ما نقدر 680 اساسا. لا لا مو على هذا، لا داخلين لا داخلين ولا احد سمح لهم يدخلون. هذا الموضوع 680 الف موظف من وين جت؟ اذا ما اكو تدقيق وما اكو بيانات، 680 الف على شنو؟ خلي جاوب. نعم يعني هذا رقم يعني أنا ما سمعان بها، هي أول مرة طيب. أسمع هي حضرتك طيب. بالمناسبة طيب. طيب. راح نقول تقارير مالي لجان لزارة الإقليم بزمن السيد العبادي. أنا, طيب. أنا, طيب. أنا بالنسبة لي إلى أريد أسمع نعم. من ديوان الرقابة الاتحادي، لأن مؤسسة رصينة، مؤسسة حكومية رصينة والهباء طويلة بهذا الموضوع. طيب استاذ فلاح، خليني انتقل للمواضيع الاخرى. حقيقة بقت لي 3 دقائق، اريد تجاوبني على هذا السؤال. ما الاولويات توزيع الزيادة؟ يعني وزارة التخطيط تحدثت عن انه يفترض توزع للمشاريع، عندنا تغطية عجز وعندنا المشاريع وعندنا البترودولار. انتم هذا الزيادة اللي تقدر ب 15 مليار دولار مخططين الى توزيعها بشكل معين؟ أخي، أول تخطيط لازم يصير من مجلس النواب وبالذات اللجنة المالية. نعم. يرفعون الضرائب عن الموظفين ويرفعون الاستقطاع عن الموظفين وأصحاب الشركات المقاولين، الكل تتعوض بنسبة زيادة الدولار على الدينار العراقي. هاي راح تروح ما يقارب بحدود 3 إلى 4 تريليون بهذا المجال. نعم. هذه الأموال اللي راح تكون فائض من النفط اللي تقدر ب 15 مليار دولار، أنا أعتقد لابد أن يسدد قسم من العجز، لأن اليوم إحنا اقترضنا من البنك المركزي واقترضنا من الاحتياط اللي موجود عندنا بالبنك المركزي. نعم. يجب أن يعدل هذا الاحتياط. هذا جانب. الجانب الثاني موضوع الزراعة، موضوع الصناعة، هذه المواضيع، موضوع الرعاية الاجتماعية. نعم. لابد أن تعالج هذه المواضيع. نعم. نعم نعم تفضل. طيب طيب خليني اسالك. هذه المواضيع لابد ان تعالج داخل هذه الموازنه. ايضا خلينا ناخذ رايك بالضرائب اللي راح تنفرض، يعني مثلا على البنزين 20% راح يصير سعره 540. عندك ايضا على الغاز، عندك ضريبه على المبيعات، على كل المبيعات بالمناسبه، كل شيء راح تنفرض عليه ضريبه راح يصعد. عندكم وجهه نظر بهذا الخصوص؟ أخي هذه جاي هاي مو حكومة جاي تفتك بالشعب. شنو يرفعون البنزين؟ هذا البنزين من يرفع براس من؟ براس المستهلك، براس المواطن الفقير. فبالتالي احنا كمجلس نواب ما راح نوافق لا على رفع وقود ولا على رفع اي اسعار. الحكومة اليوم عندها موارد، اليوم عندها موارد، خلي السيطر على مواردها الحقيقية بشكل جيد، يلا تروح تفرض على المواطن. وليش يابا يفرضون على المواطن ضريبة؟ خو يقولون للمواطن يابا تعال خلي ناخذك انت وما تملك وكل ما موجود عندك وروح يابا انت. يقول لك هو هذا الاصلاح يا استاذ فلاح، يقول لك انت تريدني اصلح، غير تريدني اصلح، غير تريدني اعظم الموارد. هو هذا تعظيم الموارد؟ منين اجيب؟ هذا مو اصلاح، هذا انتقام اخي، والله انتقام. هذا انتقام من المواطن. الاصلاح لابد ما أنهي مواضع الفساد والخلل اللي موجودة الآن بالمنافذ الحدودية، بالتهريب. طيب. بالفساد بالوزارات. أنا مو أرجع المواطن أخذ. طيب. من عنده ضريبة وأفرض عليه ضريبة وأسقطع من راتب. عذرا أستاذ فلاح، بقت عندي دقيقة واحدة، أريد أخذ موقف اللجنة المالية من موضوع الضرائب. هذه مررتوها، اتفقتوا عليها ولا لا؟ لا حتى إلى حد الآن لا ما صار عليها اتفاق إلى حد الآن، لكن بالتالي أنا أتكلم مع حضرتك هذه الموازنة راح تكون صعبة. على اعتبار أنه موازنة حدثت قبل الانتخابات، فبالتالي كل الأشياء اللي راح تدرج بها هي راح تثقل كاهل، مو تثقل كاهل، تثقل كاهل الدولة، يعني تدمرها. ما نقدر إحنا كل شيء نخليه بسقف هاي الموازنة، لازم الشعب والشارع يعرفون بأنه هذه الموازنة كلما ثقلت كلما زاد نسبة العجز فيها. فبالتالي اليوم احنا مقترضين 40 تريليون بهاي السنة اللي راحت. يعني هذا مبرر الكلام، تحميل البنزين شوية وتحميل المبيعات شوية مبرر. يعني احنا لا نقبل. طيب. نجي على المستثمر ولا نقبل نجي على الدولة ولا نقبل نجي على الموظف ولا نقبل، يعني مع احترامي للكل، شو راح تقلل العجز بالموازنة؟ اذن الرأي العام هسه نقول، مو الاتفاق النهائي في اللجنة المالية، انه مع تمرير هذه الزيادات
مع تمرير هذه الضريبة باعتبارها إصلاح ولا لا؟ لا لا، اللجنة المالية أنا قلت من أول كلامي اللجنة المالية ما متفقة بعد إلى حد الآن لا على التمرير ولا عدم، لكن الرأي العام عدم التمرير، يعني الرأي اللي ماشي عدم التمرير، لكن عدم تمرير هذه الضرائب. لا لكن ناقشناها مناقشة أولى وناقشها مناقشة ثانية ونطلع بنتيجة، لكن بالتالي إحنا يعني خلينا مبالغ يعني للرعاية، ضفنا 2 تريليون حتى نوسع شبكة الحماية الاجتماعية. طيب. بالتالي سوينا معالجات للبطاقة التموينية أيضا، خلينا مبالغ خصصناها للبطاقة التموينية حتى على مود المواطن، يعني أنت تخلي معالجة للفقراء، لكن حتى الضرائب ترى مو ترفع، مو ترفع على الفقير، أنت عندك مليون فما فوق هاي ما بها ضريبة، ترفع الفئات الطبقات ما هو العالية. ما هو يا سيدتي الخاصة. ما هو يا سيدتي الكريمة لما تصير على المبيعات راح تروح على الفقير، لما الحلاق تصير عليه ضريبة، لما هو المبيع عموما يعني هو هذا باقي بالجدل أعزائي المشاهدين، إلى الآن لم يحسم يبدو الموضوع وسيستمر جدله ربما لأكثر من 10 أيام كما ترشح أو ترشح أو أو, أو تؤكد التصريحات. إذن أختم حلقة اليوم شاكرا ضيوفي الكرام السيدة إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية النيابية والسيد فلاح الخفاجي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ولكم أعزائي المشاهدين وجه جزيل الشكر وإلى اللقاء.